اهلا ومرحبا بكم متابعي قناه صوتكم في حلقه جديده. الحلقه ديال اليوم انا متواجده واحد من لي سناك المتواجدين مدينه الجزيره. واحد العائله قررت انها تبدا مشروع ديالها. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك لاله، مرحبا بكم في النهار هذا السعيد. في الاول سيدي غادي نبغيك تهضر لي شويه، يعني منين جاتك الفكره ديال هذا انك تفتح مشروع رفقه يعني العائله ديالك؟ ولا حنا شحال هذه تقريبا شي 2 ولا 3 زون عندنا هذه الفكره هذه، وكل مره تنقولوا غادي ان شاء الله غادي نحطوها على امر نحطوها في سميتو في الواقع. احتاجت الفرصه، فهمتيني، احتاجت الفرصه. هي فكره كتنبني على هذا المشروع هذا اللي هو سناك مطعم ويكون عائلي نورمالمون. في غير في الاول بدينا في سميتو كانوا معنا الناس، غير انما ما قدروش يستمروا معنا، ومن خلالهم خدينا حنا المشروع ورديناه مشروع عائلي محض. وكيفاش كدير يعني بالنسبه لتوزيع المهام؟ واش كلفتوا مثلا واحد بالطياب واحد كيسرجي ولا كيفاش مثلا؟ انا غنعطيك لي مومبر ديال لا فامي نورمالمون اللي كاينين في هذا المشروع هذا. كاين عبد ربي، وكاين الزوجه ديالي، وكاين الابن ديالي والزوجه ديالو، فهمتيني. هادو هما لي مومبر ديال لا فامي، فهمتيني. وكل واحد مكلف بفونكسيون، كل واحد مكلف بهذا. حيت راك عرفتي السناك فيه بزاف ديال المعايير اللي خصنا نحترموها، وخاص الزبون يكون يعني راضي تمام الرضا، حيت راك كاينه اون غوند كونكورونس، فهمتيني. والهدف من هذا الشيء كامل وهو انه الزبون يكون راضي على المنتوج اللي كنقدموا ليه. نعم. الا بغيت نسولك يعني شنو هي الحاجه اللي كتميزوا بها يعني من غير لي سناك الاخرين؟ شنو هي الحاجه اللي كتشوفها انها مميزه عندكم في هذا السناك؟ الحاجه اللي كنحاولوا باش نتميزوا بها وهي اولا لا كاليتي ديال المنتوج، هذه ضروريه جدا. النظافه، النقاء، والاستقبال ديال لا كليونتيل. يعني كنعطيو هذا الشيء، هاد الامور هذه يعني كنعطيوها اهتمام كبير 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 باش نحاولوا ما امكن باش الزبون ديال هذه المدينه يكون على الخاطر ديالو التام، ويكون ساتيسفي من لو برودوي اللي كنعطيوه، راضي على المنتوج اللي كنقدموا ليه، وراضي حتى على الاستقبال اللي كنحاولوا ما امكن باش يخرج يعني راضي. حنا هذا الشيء كنديروه فوق الفاخر. بالنسبه هنايا في اكادير ما كاينش هذا الشيء بزاف، ما كاينش كاع. وبالنسبه حنا عائله وحده في هذا المحل، وخدامين الحمد لله، والنقاء يعني النظافه هي كل شيء، وانا معتمده على راسي في هنايا. كل شيء كنديرو انا وكنصوبو باش ما كيكونش زعما الازدحام والمسائل، وكنتعاملوا مع الناس مزيان وكنستقبلوهم مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. ولي تاكوس ديال السوسيس، ديال لادان، ديال الكفته، ديال الطون، ديال لادان فيمي. وبالنسبه للدجاج مشوي فوق الفاخر، كنديروا لي بلا بلي بروشيت وبلي بات بلاصوص بيشاميل، وبالدجاج عاوتاني بالخضره سوتي. هادشي اللي كنديروا. مرحبا بكم بعدا عندنا. انا الابن الاكبر ديال السيد. كيفاش كنمشيو بالمهام ديالنا في المحل، ولا كيفاش كنقسموا المهام ديالنا في المحل؟ هو كل واحد عنده طاش كيديرها، ابتداء من النظافه، وكاين المدام ديالي، وكاين الوالده ديالي. بالنسبه للطياب، كاين الوالده ديالي اللي كتكلف بالطياب، كتكلف بكل ما هو يعني سلعه، يعني كاليتي السلعه حتى هي وكل شيء. كاين انا كنقابل كل ما هو شي قمالي في المحل، يعني كل اي حاجه كانت كتخص المحل ولا شي حاجه كنتكلف بها. يعني كنحاولوا نتعاونوا، كنحاولوا نكونوا عائله توسط المحل ديالنا. ابر اننا عائله في الدار الحمد لله، كنكونوا عائله توسط المحل ديالنا، كنحاولوا نوفروا كل ما في جهدنا للناس اللي كيجيو عندنا، من استقبال، من ماكله بيان سور كتكون شي حاجه اللي هي نقيه. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم حاليا على حساب كيفاش كنقسموا الادوار بيناتنا. بيان سور، حيت ما كاينش ما احسن من بعدا تخدم بعضياتكم. حنا ديجا
يعني عائله واحده متفاهمين مع بعضياتنا. كنحاولوا باش نزيدوا داك التفاهم في المحل عندنا بزاف، يعني راكي عارفه كيكون ستريس ديال الخدمه، كتكون شلا حوايج يقدروا ناس اخرين ما يقدروش عليها، يعني كيكونوا خدامه ما يقدروش على داك الستريس. حنا بالنسبه لنا مولفنا بعضياتنا، يعني كاين نوع ديال الانسجام بعضياتنا، يعني تقدر كتهضر غير عن طريق حركات، ولا باش نحاولوا ديما نوجدوا كل ما هو نقي وكل ما هو زوين للكليان ديالنا. انا فرد من العائله، الزوجه ديال ابن ديالهم. المهم انا كنساهم في النظافه، كنعاون خالتي الا خاصها شي حاجه، وفي نفس الوقت كنتعلم منها شي حوايج. اخترتوا انكم يعني كاملكم تشكلوا عائله بوحدنا، يعني هادشي المميز فيكم حنا. وقولي لي كما كتلقاو مثلا شي مشكل مع بعضياتكم، اولا كيف ما كتعاملوا في الدار كتعاملوا في الخدمه؟ لا ما كنلقاو حتى شي، الا لقينا شي مشكل كنتفاهموا حوار هكا عادي، ما كاين زعما ما كيكونش شي مشكل دابا، يعني متفاهمين.